يا جماعة، رقم المعلم علاء يظهر لكل الناس اللي عايزة تتابع المعلم علاء الحلابي وعايزين يتواصلوا معاه، علشان بنبدأ يا جماعة. احنا الرقم دلوقتي موجود على الشاشة. نعلق الخروف بالطريقة ديت او الجدر، ونبدأ بعد ما نسلق خالص نروح فاتحين البطن كده. كزلك الصغير لو سمحت. ايوه، وري الناس كده يا معلم فتح. علشان كل الناس. عايز واحنا طلعنا الكبده يا معلم حماده، فين المراره يا معلم؟ المراره يا باشا. انا عايز واحدة واحدة. عايز اعرف كل حاجه الناس واحده واحده على الحاجات الداخليه الصعبه اللي لازم يخلي باله منها. لازم انت تخلي بالك. هتفتح برضو بطريقه يا جماعه، تفتح بطن الخروف او الجدي بطريقه خفيفه خالص، بحيث ان هو في غشائين هنا. ما يتلطش عشان ما يدهولكش الدنيا. حلو. وتبدا تفتح وتنزل الكرش بالحاجه اللي جوه واحده واحده. تمام. وتحطه في حاجه وتبدا تطلع الكبده بالطريقه ديت. دي القلب بتاعنا، تبدا تطلعه. حته الكبده دي يا جماعه لو سمحت يا باشا ارفعها برضو يا معلم عشان الناس كلها تشوفها. الكبده ديت بيبقى فيها حاجه هنا، غشه هنا، احنا اضطرينا ان احنا نشيلها طبعا عشان ما تتفجرش مننا في الطريق، عشان قطع الريش يا معلم. عشان ما تبوظش، عشان المراره دي لو انفجرت في صعبة الكبده جدا. عدمت الدنيا طبعا. بتبدا تشيلها بالراحه. محسن من القليوبيه كده بالطريقه دي. اهلا وسهلا يا استاذ محسن. وتبدا كبدتك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كبده بتعمل بقى الحمد لله. يا استاذ محسن، اخبار حضرتك ايه؟ الله ينور عليك يا باشا، ما شاء الله عليكم. يعني انا بامانه دايما متابع الحلقات بتاعتك، دايما في تالق. الله يبارك لك. ايه رايك؟ نشكرك على الراجل المحترم المعلم الكبير قوي المعلم علاء الحلابي. ربنا يخليك يا استاذنا الفاضل. انت بصراحه جايب، مش جايب جزار، انت جايب عملاق الجزاره. ربنا يخليك يا باشا. الراجل ده كل حلقه بيفجر مفاجآت. يا باشا احنا مش بدينا حلقه، احنا بدينا سنين نشرح. احنا يا معلم احنا بس يعني بنترجاك كده تعمل لنا حلقات كتير، لان بصراحه احنا يعني ايه متابعينك، وبامانه احنا حاسين قلبك على علينا، يعني قلبك على الناس الغلابه. والله انا اني برضه المره المليون يا جماعه بميل للناس الغلابه قوي. ربنا يبارك لك. انا اصلا طبيعتي ميال لهم. حبيبي ربنا يبارك لك، وما شاء الله على اللحمه بتاعتك يعني منوره. شامم ريحه اللحمه الضاني بقى وانت بعيد عنك كده. الله اكبر، الله اكبر، حاجه جميله والله. والله العظيم بجد حاجه احنا مش قادرين نمسك نفسنا في الاستوديو. احنا معلم بس معلش يا استاذ حماده، احنا كنا عايزين بس لو تحط لنا عنوان المعلم ورقم تليفونه عشان نتواصل معاه. حالا يكون قدام حضرتك يا باشا. حالا يكون قدام حضرتك. الله يبارك لك يا باشا، بالتوفيق يا باشا، منورين الدنيا والله.